السيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمون، في البداية وجب الإشارة إلى المجهودات التي بذلتها وزارة الداخلية وجماعات ترابية في إطار برامج وطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها، التي مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات إلى غاية الآن، حيث بلغت نسبة الجمع والكنس 96% بعد أن كانت لا تتعدى 44% سنة 2008، وذلك بواسطة 122 عقد للتدوير المفوض للنفايات لهذا المرفق، والتي همت جميع المدن المغربية خاصة الكبرى والمتوسطة. كما بلغت نسبة التمر 63% بدلا من 11% عبر إنجاز 23 مطرح مراقب لفائدة ما يناهز 180 جماعة ترابية، مع تهيئة وإغلاق 67 مطرح عشوائي فيما لم يتجاوز نسبة إعادة استعمال أو تدوير وتثمين النفايات المنزلية 8%، إلى أن هذه الإنجازات تبقى دون الأهداف المرجوة، خاصة فيما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية وكذا تثمين النفايات، نظرا لعدة إكراهات سيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز تمر وتثمين النفايات المنزلية، محدودية موارد مالية للجماعات نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز التمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها، محدودية الدعم الذي تخصصه الدولة لمرفق النفايات وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، وأخيرا تراكم المتأخرات لسداد ديون جماعات الترابية. ومن أجل تدارك هذه الإكراهات والانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والتمر إلى مقاربة جديدة تروم إلى التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر طمث النفايات النهائية، تم إبرام بروتوكول يهم تثمين النفايات المنزلية، وقد تم توقيعه من طرف كل من وزارة الداخلية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم تمرها بنسبة 45% مما سيساهم في إطالة العمر الافتراضي للمطارح، الرفع من نسبة التثمين إلى 25% في أفق 2030، الحد من آثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع، تطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية لا سيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح، توفير حوالي 600 إلى 680 طن سنويا من الوقود البديل من النفايات وتقليل الاعتماد على الطاقة لقطاع الإسمنت، المساهمة في خلق 500 إلى 700 فرص عمل صناعية دائمة في المطارح، وأخيرا المساهمة في الاندماج الاجتماعي ومكافحة الاستغلال غير مهيكل بالمطارح. وعليه قامت وزارة الداخلية بإعداد برنامج جديد للفترة الممتدة بين 2023 و2034 يسمى البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، من أجل الحفاظ على المكتسبات المسجلة وبلوغ الأهداف المتوخاة في البروتوكول السالف الذكر. وتتمثل المحاور الرئيسية لهذا البرنامج فيما يلي: إنجاز مراكز تمر وتثمين النفايات المنزلية وتهم ما يقارب 50 مركزا إقليميا لتمر وتثمين النفايات المنزلية، إنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها وهو ما يقارب 233 مطرح، اقتناء الآليات من أجل تحسين تدوير مرفق النظافة بالنسبة للجماعة الترابية التي تنهج التدوير الذاتي، إنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية لبلوغ 100%،
تقديم مساعدات تقنية للجماعة الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة ودعم قدرات ووضع آليات تتبع المراقبة. ويقدر حجمه. نسمع السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. لكن شوية ديال التشويش والسيد سيبوانو كان واقف. بغيتي نسمعوا السيد الوزير؟ خلينا نسمعوا السيد الوزير. سيد بوانو رجع لي الوقت ديالي، رجع لي الوقت ديالي اللي ديته. ويقدر الحجم الإجمالي للاستثمارات المبرمجة ب 21.14 مليار درهم موزعة على الشكل التالي: 9.7 مليار درهم لإنجاز مراكز التمر وتثمين النفايات المنزلية، 695 مليون درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة، 1.2 مليار درهم لاقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة، 9.5 مليار درهم لإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية، 60 مليون درهم مخصصة لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية. وتبلغ مساهمة الميزانية العامة للدولة في هذا البرنامج الجديد حوالي 400 مليون درهم سنويا، أما مساهمة وزارة الداخلية فتقدر ب 450 مليون درهم سنويا. ومنذ بداية هذا البرنامج الجديد بتاريخ 21 شتنبر 2023 تم إعطاء انطلاقة لإنجاز ما يلي: مشروع مركز التمر وتثمين النفايات المنزلية لعمالة الرباط والصخيرات مارة وسلا، بما في ذلك أشغال تهيئة، والذي يهدف إلى تثمين 25% من النفايات التي يتم إيداعها بمطرح أم عزة، ويقدر حجم الاستثمار بحوالي 1.71 مليار درهم وبدعم مالي يبلغ 860 مليون درهم. مشروع مركز تمر وتثمين النفايات المنزلية لمدينة وجدة بمبلغ مالي 357 مليون درهم ودعم 182 مليون درهم. مشروع مركز تمر النفايات المنزلية للناظور بمبلغ 25 مليون درهم. مشروع مركز تأهيل وإغلاق المطار الحالي لجامعة الوالدية بدعم 15 مليون درهم. أما بالنسبة لمشروع مركز طم وتثمين النفايات المنزلية لعمالة الدار البيضاء وأقليم نواصر مديونة الذي يهدف إلى تثمين النفايات، فسيتم قريبا إعلان عن نتائج طلب عروض، ويقدر الدعم المالي لهذا المشروع ب 2.03 مليار درهم، إضافة إلى مساهمة جهة الدار البيضاء ستات بمبلغ 272 مليون درهم. وبالنسبة لمطرح مديونة فإن نسبة إنجاز أشغال التهيئة والإغلاق تناهز 40%، وقد تم رصد مبلغ 233 مليون درهم لهذا المشروع. أما المشاريع في طور الانطلاقة مع نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025 فهي تهم مشروع قنيطرة، أجادير، طنجة، صفرو، جماعة ترابية الورزازات، الحسيمة، وزان، مولاي عبد الله بن ملال، جماعة لوضيغة والعيون. ويبلغ حجم الاستثمار لهذه المشاريع 1.88 مليار درهم بما دعم مالي يناهز 962 مليون درهم. أما فيما يخص إنجاز المشاريع الخاصة بالجمع وتنس النفايات المنزلية والذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 9.5 مليار درهم، فستهم 24 مشروع في إطار تطبيق مفوض وبدعم مالي من طرف وزارة الداخلية يبلغ 3.4 مليار درهم. كما أن الجماعات التي تنهج التدبير الذاتي فستستفيد بدعم مالي يبلغ 1.2 مليار درهم. ولدعم الجامعات الترابية من أجل سداد ديونها المتعلقة بالتدوين المفوض لمرفق الجمع والكنس وكذلك التمر وتثمين النفايات المنزلية، رصدت وزارة الداخلية مبلغ 800 مليون درهم لتسوية وضعية 227
جماعة، حيث تم الإفراج عن مبلغ 400 مليون درهم في المرحلة الأولى على أن يتم الإفراج عن الباقي في مرحلة ثانية. وفي إطار الدعم التقني تقوم الوزارة بشكل مستمر بمواكبة كل الجماعة الترابية في إعداد دراسة الجدوى القبلية وملفات طلبات العروض التي يتم تكييفها حسب طبيعة كل مشروع مع مراعاة خصوصية كل جماعة ترابية على حدة، وكذا الدانيات المادية، وذلك من أجل ضمان استمرارية ونجاح المشاريع. وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.